عليك بألف عافية. خلاص وقت ما تبين قولي لي وأنا أسويها لك. أصلي محسوبتك فاضية بقى. يعني خلاص شيخة بتتمين بالبيت؟ ليش شيخة؟ عسى ما شر لا يكون طلعوك من دوامك. لا قدمت استقالتي. إيه زين تسوين؟ شلك بالشقة والتعب؟ لو النبي ملكش حق يا ليلى. الشغل شقة؟ هو الشغل متعب شوية بس بيخليك تحسي بقيمتك في المجتمع، بتستفيدي وتفيدي الناس. خلاص قدمت استقالتك وبس؟ طب بقول لك ايه، ما تيجي تقدمي عندنا في التربيه. التدريس سهل والشغل مع البنات جميل، وكمان الدوام قصير مش زي عندكم في الوزاره. صحيح كلامكم، المفروض يكون لي دور اهم من قعدتي في البيت. بس لولو وين اوديها؟ ما اقدر اخليها بروحها. يا اختي حطيها في حضانه ولا جيب لها مربيه تقعد في البيت، ما تعمليش بالحبه قبه. لا 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 بصراحه ما اقدر اتخيل بنتي بيد حد غريب. واي شيخه انت مو من صدقك الحين، انت ساكنه فيلا يا الله من فضلك، مو بشقة هالكبيناتها كأنها قرقور مثل قبل. بنتك صغيرة، إيش فيها لا يبتي لك شقالة؟ في بيت الحين بالديرة ما في شقالة؟ لا بدال الوحدة ثنتين وثلاث، وأنت الحين تحطين وتشيلين؟ لا يكون كل هذا سنع. سالفة مو سالفة سنع، كل واحد وظروفه. بعدين شغل البيت هين، شوية ترتيب للوقت تسيطرين على شغل البيت ومسؤولياته. أو النبي ده حتى الحياة بقت أسهل من زمان بكتير، كل حاجة بالكهرباء، الغسالة بالكهرباء، المكنسة بالكهرباء، ده حتى مطلعين دلوقتي غسالة للأطباق. أنا بصراحة بقى عايزة أجيب واحدة، قلت أرحم إيدي شوية من غسيل المواعين والحلل. يا أختي باشو منها باشو، أخلي إيدي كده للبيانو. لا سهلة ولا شيء، لا تقصون على عمركم، تعودتوا على الشقة. أظنتي بعد عودتي راشد يوم كنتوا بمصر على الخمام والمساح وغسيل المواعين. أقول شيخة يمك، إيش رأيش تخلين علوية عندي وأنت رايحة الدوام؟ ليش يا خالتي كل هالتعب؟ إيش فيهم الشقالات والمربيات؟ من رخصتكم بروح أصلي. حرما يا طنط، والنبي بدعي لي. تقبل الله خالتي. من أو منك. عدل كلام سميحة. تدريس مناسب لك وظروفك، لا تنسين ان المعلم صانع وعي. وعالية وين اخليها؟ صدقنا خالتي عرضت علي خليها عندها، بس مو حلوه نتعبها ويانا. امي تحب اليال وعالية بتشغلها شوي، من امر عليها الصبح ساعات القاها بروحها ضايق خلقها. قلبي مو مطاوعني اداوم واخليها. اول وتالي بتخلينها، باكر تكبر وتروح الروضه وبتخليك.